مرحبا بكم اليوم الناس الكل في راديو بليس ان. اليوم تداولت عدد الاخبار فيما يخص عبير موسي بعد المسيره اللي عملتها، وتم بامر من رئيس الجمهوريه قيس سعيد ايقافها في الاقامه الجبريه نوعا ما، ولا باش يتم سجنها على الشيء اللي عملته، خاطر عملت مسيره كبيره ياسر بدون اذن من رئيس الجمهوريه. لكن هي قالت انا بعثت مرسول لوزاره الداخليه وبعثت رساله لرئيس الجمهوريه، وعلاش حتى للتو ما رد علي حتى واحد؟ خاطر باش نعمل مؤتمر وباش نعمل حمله تاع الحزب متاعي، وانا اليوم كيما رجالي حتى انسان معناها الرد، انا خرجت باش نرد عليهم بطريقتي الخاصه. لكن اكتشفوا انه الامن في الكرم يتم معناها ايقافهم ورجعهم الناس الكل، الكرم الكل رجعهم من جو كيما نقولوا احنا. وعبير موسي خرجت وصرحت وقالت نحمل رئيس الجمهوريه قيس سعيد اي ضرر كان يوصل لي انا والحزب متاعي، ولا في الاقامه الجبريه يوصل اي انسان معناه يدخل الاقامه الجبريه ولا يتم سجنه. حمل رئيس الجمهوريه قيس سعيد مسؤوليه. لكن اليوم اكتشفوا انه عديد الاخبار باقي تتداول بصفه كبيره ياسر انه عبير موسى تم ايقافها ووضعها في الاقامه الجبريه، ونوعا ما انه بيتم محاسبتها على المسيره اللي عملتها. ومعناه كيما نقولوا احنا عطلت عديد السيارات وعملت مشكله كبيره ياسر معناه اكتظاظ، وهذا الشيء مش مرغوب به ويعاقب عليه القانون، ومعناه خرجت بدون رخصة بدون ترخيص، الشيء اللي عملته ويخالف القانون. كما كنت تسمع هذه الأخبار اللي تداولت فيما يخص عبير موسي، ما تنساش تعطيني رأيك أنت معاه ولا ضد عبير، تحب تشد السجن ولا ما تشدش السجن. ما ننسوش اللي هي اللي حيرت البلبلة الكبيرة الكل متاع الغنوشي، المسائلة اللي عملتها الغنوشي بالرسم مبادرة كبيرة ياسر عملتها هي الوحيدة، وكشفت عديد الأسرار فيما يخص ملفات رجل الغنوشي، مش لعبات حلت عينها ولا تفهم. هذا الشيء ما نكروش فيه، لكن ديما تبقى عميلة قطر. لهذا الكلام اللي باقي ديما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي حصيلوا اللي يحب رئيس الجمهورية قيس سعيد ويحب تونس من حسن إلى أحسن، ما ينساش يعمل لايك للفيديو. وهكذا نكون وصلنا إلى نهاية الموضوع.